حضرتك. نعم. أنا من الناس اللي معروف إن أنا ماليش علاقات في الوسط وماليش حكايات كده، طب ولا ليه يمكن مالكش؟ أتواجد ها في لوكيشن ماليش أوردر فيه. لا معروف. لا، كان في محاولة للزواج من زميلة بعد كده في الأيام الأخيرة دي، لأن كان حصل دي طبعا هنتكلم، انا عايزه اتكلم على زيجاتك ما شاء الله عليك، يعني هم زيجات، هم ثلاثه ما شاء الله، انت عايز اكتر من كده يا حاتم؟ ان شاء الله الاخيره هي اللي لا، هم جوازتين وكاتب كتاب. طب ما هو كاتب كتاب يعني جواز، وانت هتقول لي بقى والله ده مشروع؟ لا، ده كانت زميلتي، كانت في رابعه، كانت في قسم ديكور، كانت بس زميلتنا. في ثلاثه تانيين على جنب كانوا مشاريع زي لا، اتنين. لا معلش يا حاتم، اتنين جوازتين، ثلاثه، وهقول لك اتنين مشروع جواز. هقول لك عليهم انا حاتم، هقول لك عليهم انتوا قادرة. لا انت مش احنا قادرة طبعا، انت تقول صح، بس احنا هنقول لك. انا دلعت كتير، انا عايز يعني حد يعني ياخد. طب اسمع بقى، انا دلوقتي على الهوا مع الجمهور، عايز اعرف ايه شروطك في الزوجة اللي انت عاوز تتجوزها حقيقي. اولا تكون يعني ما بطلبش انها تكون استاذه جامعيه، لا مستوى ثقافي معين بس مؤهله، مش مهم حتى متوسط يعني، ممكن متوسط بس تكون بتقرا، يعني تكون بتنقش، مثقفه، مش متعلمه، بتقرا لتحصين، بتقرا للعقاب، بتقرا لاي حد، لاي حد طالع جديد كده. تنفع تقرا الابراهيم الورداني ينفع ولا ما تقراش؟ ابراهيم الورداني الله يرحمه بقى حفيه على جسر من ذهب، ما عملناه برضه. ينفع؟ ما هو كان حمايه في يوم من ما انا عارفه، عشان كده بنقول لك يعني. هو يعني تكون بتقرا. هننط المنطقه دي لان دي في منطقه جوازاتك يا حاتم. هننط الثانيه بقى، قول لي ايه بقى انها متوسطه انها يعني انا يعني مقبوله الشك طبعا، يعني مقبوله فوق ال 6 ونص 7 يعني. كمان 6 ونص 7 يعني. ده المعقول يعني، المقبوله. المقبوله حلو. سواء هي محجبة أو مش محجبة، دي حاجة ترجع لها، أنا مش هأمرها بهذا. بس تكون رشيقة القوام، وهذا رشيقة القوام يعني إيه؟ رفيعة؟ مش رفيعة، لا رشيقة القوام يعني حاجة كده. لم يسبق لها الزواج ولا ممكن؟ لا لا، بقول لك فتحت يعني الباب لدرجه ان افرضي واحده اتجوزت واحد وجوزها عمل حادثه، ايه ذنبها انها تعيش بقيت عمرها كده؟ او واحده اتجوزت واحد وطلع بخيل، او طلع فيه عيوب كذا، او هلاس واتطلقوا، يعني حياتها ليه تتقفل مدى الحياه يعني. بس انا بشترط ان السن بقى يكون فوق ال 30، من 30 ل 35 كده. ده سن على الاقل الست بيبقى زي نضوج الرجل بعد سن الأربعين. ممكن تكون بتعمل؟ بتعمل، لكن لو ربنا أراد وحملت يبقى لازم تقعد سنتين لغاية لما تخلص تربية الواد وترجع تاني تاخد أجازة وضع. أجازة وضع اللي هي ممكن تكون من الوسط الفني؟ لا دلوقتي، لا دلوقتي، لا. ليه؟ خلاص يعني أنا التجربة الأولانية والتجربة التانية كانت تجربة شيك برضو جدا. بس أنا عرفت إن طب مشروع الحب الأخير كان من الوسط الفني، ده كان من 4 سنين بالظبط أو من 5، لأن أنا مبطل شغل من 2003. طب المشروع دي بقى الشغل اللي هو من 2002 ل 2003 انا اشتغلت، انا هشوف اشتغلت ايه وهعرف في مسلسلات ايه وسهرات كنا مع بعض في مسلسلات. بتقول كان عندها عزة نفس انت؟ عزة نفسي من عيني. عزة نفسي من عيني. كان عندها عزة نفس؟ كان عندها عزة نفس وإنسانة رقيقة ومحترمة وديسنت يعني حقيقي. انا يعني انا مش هقول الاسم، انا بس بقول كان عندها عزة نفس. لكن انا يعني زي ما تقولي ايام ما اتجوزت انا ونورا، انا كانت نورا هي زهره في الوقت دوت يعني، اكيد طبعا.
مش ممكن بعد ما تتعامل مع الظهور بقى تروح تتعامل مع اي حاجه، فلازم برضو تتعامل مع يعني اللي كانت موجوده كانت اي حاجه ولا كانت لا جميله؟ لا انا بقول لك بقى تتعامل في نفس المستوى بس نفس ظهر نوع تاني اللي هو ظهر البنفسج، ظهر الداليا، ظهر بتاعي كده. انت تشبهها بزهر كل كل لان هي في حاكم الزهور يعني زي الستات لكل لون معنى ومغنى ومغنى على راي محمد فوزي ومديحه يوسف طبعا. فانت ربنا يطول لنا في عمرها يا رب الست الفاضله الكامله مديحه هانم يوسف.